السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم من جديد في درس جديد من دروس النشاط العلمي للمستوى الخامس ابتدائي، الوحدة الرابعة، الأسبوع 22، أنشطة التقويم والدعم. لاحظت فاطمة أن المزارع عمد إلى قطع غصن شجرة تين يحتوي على براعم وغرسه في التربة، الصورتان أنه إذن هذا المزارع قام بقطع غصن شجرة تين يحتوي على براعم وقام بغرسه في التربة. فتساءلت عن السبب، لماذا يا ترى هذا المزارع قام بهذا العمل؟ قام بقطع غصن من شجرة التين به براعم وقام بغرسه في التربة، لماذا قام بهذا العمل؟ وخطرت بذهنها فرضية قبل أن تطلب التوضيح من المزارع. إذن قبل أن تطلب التوضيح من المزارع تبادر إلى ذهنها فرضية. إذن في رأيك ما هي الفرضية التي فكرت فيها فاطمة؟ إذن ما هو الافتراض أو الفرضية التي خطرت بذهن فاطمة؟ إذن الفرضية التي فكرت فيها فاطمة، ربما قام المزارع بغرس أغصان من شجرة التين في التربة لكي تنمو وتصبح نباتا يشبه شجرة التين الأم. إذن هذه الفرضية التي فكرت فيها فاطمة. إذن المزارع قام عمدا بقطع غصن شجرة التين به براعم وغرسه في التربة لكي يتحول هذا الغصن إلى شجرة تين يشبه شجرة التين الأم التي قطع منها هذا الغصن. أولا، أتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح: حبات لقاح، ورقة تويجية، وعاء، سويق، ورقة كأسية، مبيض، مدقة، سدات. وأعطي عنوانا للرسم. إذن سنتمم هذا الرسم وذلك بوضع الأسماء في مكانها المناسب، ونعطي عنوانا لهذا الرسم، ماذا يمثل هذا الرسم. ثم ثانيا، أحدد دور كل من السدات والمدقة في توالد النباتات. ما هو دور كل من السدات والمدقة في عملية توالد النباتات؟ إذن أولا سنتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح. إذن السهم الأول يشير إلى حبات اللقاح، السهم الأول حبات اللقاح، ثم السهم الثاني إلى السدات، سدات، السهم الموالي مدقة، ثم ورقة تويجية، ثم السهم الموالي يشير إلى مبيض، ثم السهم الموالي ورقة كأسية، ثم سويقا. إذن كعنوان لهذا الرسم، رسم أجزاء الزهرة. إذن هذا الرسم يمثل أجزاء الزهرة. ثانيا، أحدد دور كل من السدات، ما هو دور السدات، والمدقة، ما هو دور المدقة في توالد النباتات. إذن السدات دورها إنتاج حبوب اللقاح، على مستوى السدات يتم إنتاج حبوب اللقاح، والمدقة إنتاج البويضات، وعلى مستوى المدقة
يتم إنتاج البويضات، فيدخل تدخل حبوب اللقاح إلى المدقة فتلتحم مع البويضات فيتكون الإخصاب، تتحول البويضات إلى بذور داخل ثمرة، المدقة تتحول إلى ثمرة. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.